ماذا يحصل في المواجهات البرية جنوبا؟ دخل الجيش الإسرائيلي أم لم يدخل؟ تصد من عناصر حزب الله في مختلف محاور القتال، هذا ما نسمعه منذ بداية العملية البرية. إليكم في التحليل العسكري، ماذا يحصل بالفعل؟ بالحدود الجنوبية هناك عمليات توغل بسيطة للجيش الإسرائيلي، يعني يدخل بضع مئات الأمتار إلى بعض القرى ثم ينسحب. هاي العمليات يعني لا يمكن إدراجها بخانة العمليات الهجومية، هي عمليات لا زالت ربما تسبق العمليات الهجومية في محاولة للتعرف أكثر وعن قرب إلى الجهازية الدفاعية لحزب الله. هذه طبعاً اللي عم نشوفها، هذه المحاولات تمتد من القطاع الشرقي حتى القطاع الأوسط حتى القطاع الغربي. هذا طبعاً شأن تقوم به هذه الفرق الثلاث المنتشرة أمام الحدود اللبنانية. هل نستطيع أن نتحدث الآن عن نتائج أم تفوق عسكري لجهة على أخرى؟ وفي هذه الحالة يبدأ التقييم الفعلي. هلأ لازال الوقت مبكر على القول، يعني من ربح ومن خسر. هذه مواجهات ستستمر طويلة. كما قلنا الهجوم بعد الإسرائيلي بالمعنى الحقيقي لم يبدأ، عمليات الاستطلاع يتم صدها، الاختبار يعني يحصل عندما يحصل توغل حقيقي ونختبر طبعا هذه المواجهة وطبعا نرى ما سيحصل، وهل هناك قدرة لحزب الله على استدامة المواجهة لمدة طويلة أمام طبعاً كل هذا الحشد الإسرائيلي الكبير. بالعادة نتائج الميدان تفرض حلاً دبلوماسياً وتراجعاً عسكرياً، فهل يمكن التحدث عنه في الوقت الحالي؟ لحتى تتسبب العملية العسكرية بمسار دبلوماسي يجب أن يكون يعني هذا المسار العملياني قد أدى إلى نتائج يعني كارثية، وبالتالي ساعتها يفرض الواقع الميداني نفسه. أما إذا بقيت العملية مسجلات هيك فطبعا الحل الدبلوماسي لا يبدو يعني متاحا، والاتصالات التي تحصل يعني مع وزير خارجية الأمريكي أو مع أموس هوكشتاين لا تبشر ولا تؤشر أن هناك مسار دبلوماسي. لا توغل حقيقي حتى اللحظة، إنما مناوشات ومحاولات تسلل واشتباكات تصل إلى مسافة صفر بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة.